السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير. من هالليوان الفنان، حتى الليوان اللي أجلس فيه فنان، ما علي منكم. حد بيقولوا لا، بيقولوا مرقع براي، مرقع براي، لكن ليوان فنان، فنان وغاوي وهادي ما زين اللي يلسه فيه. حد بعد عنده هناك؟ ناخذ. هلا منو عندك؟ والله والنعم. شو البحر اليوم ما زينه، طايح طايح. هني ترى هي والله الله أعلم. هذه يلسة هني، وهاي يلسة، وهذه يلسة، وهناك يلسة، وهناك يلسة. ما أدري كيف يعني، شو كيف أعبر الحين، كيف التعبير، الله أعلم. ما أدري شو عندي رمسة تقرقع وأريدها تظهر ما طلعت تظهر. ما أدري شو التعبير يعني الحين عن هالموضوع. مسوين أربع جلسات ليش أبو محمد؟ هاي هاي مرزوق هناك، وهذه هني، هذه بعد روحه انه ما يدوم. تاخذ راحتك بس تبعد تسولف. ما تبغى ننزل الفيديو البارح؟ لا يا ويلك تحمل. لا والله ما نزلوه هذا يا خالد. بننزل اكيد، هذا الدرس المعروف. نفسه كل حاله شو بزيله عاري وبزيله. ايوه 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 ايوه، ما هذا الشف الشيف الايطالي؟ اي نعم. وهذا ها الشيف الاماراتي بعد، وهذا الشيف المصري. ايوه هذا جبارك. يا الله بصباح الله خير. شو اسمه؟ شوف الله عليكم، شوفوا ما زين الطبيعة، ما زين الطبيعة. كيف يشتغل هذا المدير؟ زين؟ سيدي بدري ثيابك اذا تبين. ما شيء تبي تعالي. صباح الخير. صباح الخير. صباح. لا تد ولا تد حبتني هالبنية. ما تد حبتني ولا مرة. اي. سمقا داعي طول ذراعي سبعة سمة بوش حلتين. ما ادري كيف طلعت علي. وين تجيب لنا هاي الاول؟ لو نصير ندور عتل. دل وين؟ تعرف ايش هي العتل انت؟ اعرف ايش العتله. العوده هالطول هالطول البيضة هي يسمونها عتله، واللي اصغر عنها يسمونها سمقه. هي نصير نحفر وين؟ دل وين الاول مضيف؟ ما لحقت عليها. والله العظيم ما لحقت عليها. شوف اول شيء عندنا فخ. نسين حبل المدقية طيور على هالكبيرو، نحط له سمقة ولا عتله. هي والله انت كل شيء لحقت عليه. هي نعم، هذا اللمسات من زمان. متى امسات؟ ها من 50 سنة. لا لا ابو عبد الله في دمك، ما لحقت على صاد سمقة. ها تبى صدق؟ حط سمقة حق هو لاحق على القرنين. ها لاحق على اللي شو اسمه القرنين الشد، هاي شبة القرنين. قال لي ها؟ العور الدجال. الله اكبر عليه. لا لا صدق والله. والله الاول الهلال نصير ندور عتل وسمقه. نحبل بالفخ. زين؟ في الفخوخ بالفخوخ للطيور. حق مدقي. حق مدقي. ونصيد والله. الحين اللي ما قام نيين مدقي. ما ادري بهن طفروا بهن. طفروا بهن طفروا بهن. معناه كثر الغابات ما شاء الله. هي والله الاول يدور تحت النخل. لا الحين غابات ما شاء الله في كل مكان. سبحانك يا رب. الغابات تدري الطيور المهاجرة ابتدن خلاص يعيشن حتى ما يطلع. اللهم لك الحمد. نعم. والله يا ابو محمد امسرت مشروع في العين، مشروع براري عين الفايضة، مشروع براري هي يبيعون اراضي هناك بط يمكن مليون نوع مهاجر. شفت كيف؟
ما يطلع. والله يا ابو محمد يهاجر من دار لنديره ويستغرم في العين. سبحان الله. اي والله. رايح الحين الفنتير. الفنتير الحين وانت تبى صوب الوتبه رجال الوتبه بتشوف بحيره كلها فناتير فلامينغو. البحيره هاي اللي ورا اللي قرب بنياس. ايه اللي قرب غربي بنياس. او غربي الوتبه. سبحانك يا رب. اللي يبهم ابو محمد شو السبب؟ توفير البيئه. الدولة ما شاء الله يعني خاصه كل دوله منها موفرين البيئه حق الحيوان في كل مكان. سبحان مثل يصير بنياس الحين. يصير بنياس عندك دبي ابو ظبي صوب الامارات الشماليه كلها محميه صايره كلها محميه نحن بلادنا الحين. الله ملك بر وبحر. بر وبحر نعم محميه يعيش الحيوان يعيش كل شيء يعيش فيها. حدرت اصور عمري. هذا الحين على يساري هلال على يميني مرزوق ولا يعرفون شو الموضوع. اقول لكم الحين الصبح الرجال موجود الله مالك الحمد المحله مال بيت قوم مال قوم هلال موجود. ها هذا شوف مرزوق ما يبالك طعش حب ما باله انا هذا محله قوم بيت قوم هلال وهم اخوان في بيت واحد نش عاده لا يخيب ناس ابو عبد الله وزقر بشكاره تعال مرلوح يا مرلوح قالوا قال يب محلانا يا ابو محلاهم زين ايش دراني بولا عاد زين نشادوا يا ابو المحله مال قوم مرزوق مو مال اكل ابوي اكل يا ابو هذا محله قوم مرزوق خدمه طباخهم زين وانت الحكم عاد الحين هب انا الحكم زين وهذا محله قوم هلال هذا براون وهذا فاتح حب براون ولا فاتح هذا في مريس وهذا ابوي مريس الجليل فهي الفرق ان هذا ابوي مريس الجليل فيه ثلاث فردات صح وهذا ابوي لا حطه ابوي ثلث القله قفه من الكبار صح ومرسوه ووازم الخبز هالنمونه بني وطعمه يجيب شكر على اساس انه وايد الحين وهذا ابوي المجاكر وحين تتحرون او انت نتحرن زماط اللي عندكم حتى ابوي بين الرياي زام طول هاي نحن خدمتنا خير وهاي خدمتنا خير وهذا شو امور يوم بيت زام البحر هذا بانو شي غير وهذا بانو شي غير وهذا صيدي انا غير وهذا صيدي انا غير يا ابو شعري اثنين هذا اخو هذا في البانوش هذا وهذا في البانوش قال هاك لا هذا ريح تقرات وهذا مال رق وهذا مال قوع وهذا مال سفل شو امور صور قلاصك كيف هذا قلاصي انا زين هذا قلاصي انا قلاصي من ايهم وهم ها كويبات مع هالكبير ليش اسوي ما شاء الله يا ابو عبد الله ما زين الاصبع اريدك يا ريا فكنا انزين ألوكم وش أخباركم وين سرتوا وين جيتوا هي والله لازم أربس وياكم أنتوا صبح ومساء ليل بنهار لين تقولون جيج سمعتوا باللي قال جيج من كثر الرمسة هذا أنتوا حنا والله يقول نحن أبوي ما نقول جيج منك عنك أنت مرة ما نقول جيج نحن أبوي تعيب من الرمسة وحد منهم يقول أبوي وقفت الداتا وعيزتنا اختصر أنا اختصار أبوي ما بختصر اختصار لا بختصر ولا عندي خبر أنا يعزل لي الحال هالنمونة وحياتي من الله خلقني هالنمونة ولا بتختلف والاختصار أنا ما يعيبني والاقتصاد ما يعيبني اختصار في شيء دون شيء يعني مثلا الشيء اقتصد في مثلا شيء فصل كنادير دوم ما تشرى أشياء دوم هي لان لي اتشرب ما عندي مشكله يومي قدي شيء انا ناقص من هذا الموضوع اتشرب منه يعني مستعد من اللي يصيرون فصلهم كنادير كل اسبوع ثلاث واربع وديات يخيطون كنادير زين انا ليش ان شاء الله حد عليكم السلام ان شاء الله حدني تعال هذا صانع عسكري من افغانستان السلام عليكم ها كيف حالك؟ كيف انت؟ الحمد لله اهلين زين يلس خليني اسوي قرقر شوي معاك ها فلبيني هم ما شاء الله عن 40 فلبين تبارك الله قال لي لا تطري تروح حد ابوي انضله
نسيت عادة. يلا يلا كريت. شي بلادك؟ لوين انت؟ انا ببلاد افغانستان. افغانستان. أيوه. شو سبيشالست مالك انت؟ شو تسوي؟ ايس كريم. هذا فريش حليب بالحيل. هذا زعفران. ايوه. هذا الشغل مالك انت ايس كريم؟ ايوه انا شغل داخل البلاد. ايوه داخل. وهني؟ هناك محمد قلت تعال سوي دكان سوي ترتيب. الحين ما سوى دكان. درايور. الحين دريول. يا صانع ايس كريم. والحين استويت دريول. لكن زين. أيوة. الحمد لله شيء شغل يعني. ايوه. لين بعدين؟ الحين كم من سنه قالوا لك بيسوون ايس كريم؟ هذا داخل البلاد 5 سنين. ما شاء الله، شو كيف تسوي ايس كريم؟ هذا فريش حليب. هي. ايوه. هذا ما في بودر حليب، هذا فريش حليب بالحيل. ايوه 100 يطلع زين؟ ايوه والله. ايوه يريد سمبل كيف نبونه يشوف؟ هذا داخل الماكينه لازم الحين هذا فلتر هاد لازم ماكينه يحطون فيها ثلج. ايوه هذا فلتر هاد بعدين الحين هذا في ماكينه مال كهرباء. ما في هازين ماكينه مال كهرباء؟ أيوة وين احسن ماكينه مال كهرباء ولا سمسم اول ثلج؟ هذا سمسم ما في جي هذا فلتش احسن والله. ايوه هذا قديم داخل البلاد والله. ايوه 100 سنة من 100 سنه يخدمون الايس كريم بالثلج عندهم. نحن انا روحي بوقتوني شايف ان الثلج يوم كنت في مصنع البيبسي ابو ظبي هناك شيء هالمصنع مال الثلج. اول يوم بنسير البحر ولا شيء خطفنا ابوي المصنع هذا مال الثلج وحملنا القوالب. القالب نسيت والله الحين بسبع ربيات. اول قالب بسبع القالب الاول بسبب الحين ما يندرى بكم. من اول توفي ثلج داخل بلاد مالكم؟ ايوه هذا هنا فلتر هذا ميل بعدين هذا يجي برد بعدين هذا حليب داخل. ايه هذا سمسم تنور. سبحان الله. الحين انت من جيت ما سويت ايس كريم؟ لا الحين ما في سوى. ما تسوي ايس كريم؟ لا جايبينك حق ايس كريم. ايوه واستويت دريول. ايوه ايه عيال قباس بوي عيال قباس انت تروم عليهم حد يروم عليهم ما يروم عليهم الا اللي خالجنهم جايبينك ابوي ما ايس كريم واصبحت ابوي اليوم دريول. ايوه لا هذا يريد داخل هذا نسوي بارتي في شيء هذا اقول ايس كريم سوي ترتيب. اي يوم شيء عرس يوم عرس ولا ويدنج ولا شياته. ايوه اي يوم يستوي عندهم بفريجهم عرس اجروا عليهم قال اجار فلوس ولا بلاش؟ لا بلاش. بلاش داخل بيت في ماكينه. اي عندهم ابو بيتهم شيء ماكينه ويخدم ايس كريم حق الفروخ والمعازيم وهذا وهو دريول وهو صانع ايس كريم. شو اسمك قلت لي؟ قفور؟ توفيق. توفيق توفيق. أيوه. تعرف ابراهيم توفيق؟ ابراهيم ابراهيم توفيق. ابراهيم. لا محمد توفيق. لا لا محمد توفيق اخوه هذا. أيوه. ابراهيم توفيق. روح بحر ما تسيل البحر شويه بات هذا أسره إن شاء الله الحين زيادة برد. لا تصيد فيشنج؟ لا ما في شيء يسوي صبا داخل. بارد الحين البحر؟ ما في مشكلة أنا أفغاني داخل بلاد زيادة برد. الحين داخل البلاد هذا ما يسوي تحت. شوية دقيقة يسوي فلتشي. لا إله إلا الله. واجد برد. زيادة ماركم. سبحان الله. مبسوط داخل الإمارات؟ الحمد لله. شوف نفرات هنا فرندلي. صديق. ايوه ايه صديق داخل الامارات فاميلي. أيوة. كل سيم سيم يو فيل يو ار لاك لايك ان يور فاميلي. ايوه الحمد لله. انت عايش اشتغل عند ارباب خالد. يلا وين عاد بحاحيرك؟ حطه مع المغربيه يسوي هاي تسوي مغربي وهاي تسوي ايس كريم. لا محلين وين يعرف ابوي حق وين بيرو انا ابوي باكل الكبده قرقر 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 خليه بالسنانين. ايه شو اسمه هو؟ ايه بلسانين بلسانين. تشيز 1 2 3 ثانك يو ايش رايك جنده بيني اي ها شوف هي نعم روحي سامعني يقول لما يا مايا لا تصيحين علي لين تشوفين عظامي على السيفه يوم بتشوفين عظامي على السيفه هاي الساعه صيح علي
تدربة مسخوخ مسخوخ حين صايدينكم بقول لكم من ساعتين قرب الله هلا شوف الوغاد اللي فيه ها شرير شرير كان شي هامور شرير بعد ياليته هامور بالول ابو محمد بالول بالول اللي اصغر عن النقاق وهذا بالول يعني طول الذراع شويه اطول عن الذراع قرب الله هلا الشر اللي في الدنيا كله فيه كان شيء كان شرير هالنمونه شرات حد من العرب خيبة خيبك هب 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 يقول والله يا ابوك لو تحت في ارضي لانهشك لكن رب العالمين رايد اني نصتوني وانا فوق الحين سبحانك يا رب يا ربي الجدر اليوم الجدر شوف بلعك مصفى البحر صافي البحر صافي طايح ايه السلام وما تبون هالسمكة توضع بتختلف عن كل سمكة لازم تختلف أبوي عن كل سمكة في الدنيا العودة إيه بحرها نظيف شيء من البحر نسبة اليود مرتفعة قوية تحرق العين من تتنشق البحر تازم لا تعوطس تس وتس 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 بحر أبو ظبي لا بحر أبو ظبي يرد يود بريحة ورد مكس ورد محمدي بيوت مكس مخلط ايه حافظ يا حبيب برجاء الإفادة أهل العرف برجاء الإفادة أهل العرف هذا الشو حين لا هو حاقول ولا تعرف للشو هي مقتبسة من الجنس بوتيلة ولا بونيرة ما تعرف ليش قايلها طلعوا وغادي وغد بعد ما بحيد جنس غير نمونة شرات الحاقول وهو ما بحاقول بنعم الحاقول بن عم الحاقول بن عم غير نمونة هذا بعد روحي ما شفت هالنمونة اسميك يا ابو حرب وضبي فيك العجب ول 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 بالراضع على عمرك عظمك اللي حاقول عظمك اللي حاقول سنور عمان حطوا من وزنوا من ترى اسمك اللي سنور طرت فوق وقعت تحت هذا الحاقول اللي نحن نعرفه المتعارف عليه هذا الحاقول واللي اصغر عن السلس هذا حاقول واللي أكبر عنهن العود العود الولادة يا غير الحين نقطة الخلاف شو هذا الحاقول حين حاقولي الجديد هل توي يا حين هذا نعرفه نحن هذا نعرفه رقم واحد نزيد هذا حين ما نعرفه دوم صيدك ما بعرف شو له اسم أكيد له اسم خلنا نتريع عاديين للجواب والرد من هل العرف هذا الحاقول ما تعرف عليه وهذا الحاقول غير نمونة ها لا تلزب بحر ولا شيء تخلع نبوك انت مره كل شيء بتعقب بحر اي نصيبه يضرب على كل شيء هي غرب الله الله هلال قال ابوي هذا نحن حاقول نستحرم ناكله وعيه عقه شو ظنكم يلا مع السلامه سيري في عين الله ترعاك غرب الله الله هين ور سرنا سيرة مقاوي تحديجات تلفيحات شخيطات هويمير نص اللبس تشيشات الحمد لله نعمة شوف الله عليكم الطبيعة ما زين هنا الحين ردت الماي ترق وحده هنتين وحده هنتين ليه وهي تتقاصر هي تتقاصر ليه نص الليل نص الليل أبدًا هذا البقعة غدي سطوتم وحدة سطوتم وحدة البحر هناك وين البانوش هاك الأبيض سبحانك يا رب والله يا أبو محمد البيت اللي ما فيه حرمة ما يسوى قيد قعود والله يا أبو محمد زابي تلقى شيء مرتب هالنمون كل شيء له تحرى عيش طلاليب الحمد لله شوف اليوم شوف بعد شيء هني مقرطس شوف يا سلام يا سلام يا سلام على النيوات يمكن ما تشوفون شكرا يا بنت السعيد شكرا يا ام محمد شكرا طال عمرك شكرا شاهد ثلاثة أربع نمونات شاهد
حي طاهر اظني اللي وادي ابو محمد كل مساري ليوه فرجان فرجان كلها في ليوه العراب كلها بوي في ليوه ما حد البحر الا انت واخوك ما حد الا انت واخوك البحر قبل عادة ما يجي وقت الصلاة سري ناخذ لهفة تي على الساحل سمعت دستور الساحل الشرقي الحين سايرين بوين لوف الساحل الشرقي فليت في شطة كفر شراعي فليت حطيت شو يقول هو أغنية محمد عبده إيه حابة بكرة والله إيه والله أكيد بكرة صباح من سامة ياسي فوق طبعا ما زيد هالمبنى ايه صلاة 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 والله حد من العرب تخطف ذا بيته قالوا هذا بيت فلان هذا بيت فلان عقب فترة لا هذا ما بيت فلان هذا بيت حياة فلان ليش أنا بوحالة لأن قبل أسبوع كان بيت فلان بين عشية وضحاها يغير الله شيئا كثير أي والله بين يوم وتركه غمض برج فلان كان اليوم هاليوم بيته اليوم بيت حياة فلان حياة فلان هذا بيته حين منو بيته بيت أبوي الورثة أبوي تلاحق عمرك قبل ما يقول عنك حياة عيش حياتك بالطول والعرض تمتع ابوي تحمل تخلي لهم هاي كلاب ني هاي كلاب ميدعه كلاب ميدعه اها تم شرخيه حمراء فس فس كلهم ولا تخلي بيزه شياك وقفت ابنها لحظه بشوف هذا اكبر واحد فيه ولا شيء صار عنه شيء طبعا وهذا شو محمد؟ صافي ما تحطون؟ صافي يحطون قبل السمك العودة من تكمل 20 دقيقة ولا ثلث ساعة عقوا عليهن الصويفيات نحن بها كله ترى ما شيء ينظفون بطنة كلها كله ما نطر بطنه مدام هالسمكه طريه ما نطر بطنها على ما تشوفون دام السمكه طريه مره ما ينطن عق منها اذنه عاد اذا تدخل الفريزر شيء اخر هذا لا بيوع عذر منه لكنها دامها طريه على ما تشوفون سبحانك يا رب كل شيء ولا شيء هذا الخباط عاد حق شو اصيد البارحه هذا للمقلى وهذا بعد مقلى هذا كله مقلى هذا كله مقلى محمد اي هذا كله مقلى يا سلام يا سلام يا سلام ما زين ريحك يا الصهوار ما زين ريحك وما خل ريحه شعرك ما زين ريحة ما في الحاضر مدح ما يبالي كلام شوف البطن ايش قام تفتق بالشحم اللي يقولون والله خلاص وقف وطرها الصافي شوف الشحم شوف الشحمان مكثر الشحمان لا إله إلا الله سبحانك يا رب اللهم لك الحمد نعمة وله الحمد والشكر ايه ترى لو من يونير ما تنفلوا هذا الشيء شوف عدد الشعري بطنه بينطر سمعتوا المتوازي هذا يقولون عن المتوازي هب الشعري المردد لا هالمتوازي مره بين دحق اما هاي عاده حبوبياها من الحين هم بلح الحمر اللي بلح حمر يا سلام ولا حد يتغزل بالسمك انا لان شيء يرزق من يتغزل به والله انه يرزق من يتغزل به ويستاهل شوف شعر شقب بطنه تحرم ضارب ممزور بعو ضارب لنا تحرم
مسند مزور أرى. شو شحمت الشعر ايش قالت؟ داخله مدوخله هو البلح، مدوخله لشحم ويا البلح. امبوي 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 امبوي، يا سلام يا سلام تبارك الرحمن. اما هذا هاي عادة ترى نتيف، شو الدائرية هذه الصافي الدائرية هاي هي نتيف، ولا الطولاني هاي ذكر تراها، هاي هي نتيف حبوبياها من حين. بعد خباط خباط له شنعت شنعت محمد، هذا الراس خليه يسوي سمسم آخر مرة نمبر وين يجي حمر غادي بالح. يا سلام يا سلام يا سلام، وين ما شاء الله ما شاء الله وحالك والله يا محمد ما شاء الله أنت نمبر وين. Thank you محمد. موبايل جديد والله زين الحمد لله. ما في نمبر وين؟ لا زين الحمد لله. أكيد إيه أكيد مية مية. سويت استعمال؟ ايش زين بار. موجود ذاك الروم ما شوف امس والله ايه ما شاء الله بارك الله فيك. لا زين زين ها اكبر زين ايه في فرحان يعني داخل. اول ما في فرحان عشان اول ما في فرحان اي وقت يصيح يعني الكل يصيح ما بزين ايه اي وقت يصيح الحين بس في فرحان بس يعني. اللي تخبرون يقولون كيف طريقة الملح بالنسبة لسمة المشواي؟ نحبس ملح نملح شويونه ونجولبه بمشخلة ومن يصير حف شوي نص ساعة ربع ساعة نشوي وحطوه على التاوة بدون أي شيء، لا زيت لا همك الله لا علم لا عندك لا إليك أبدا ما شيء ولا شيء. التاوة ضروري تكون حارة تكون ضوء كاملة على التاوة، يعقون قبل على التاوة سمك العودة يوم يستوي 70% ينضويها السمك العودة عقوا عدال السمك الكبار الصغار كان شخيلية ولا دشيشات ولا بديحات ولا بسيسير اللي هو ولا صويفية حطوا بالصويفيات عدال البديحات عدال السمك الصغير لكن قبل السمك العودة لأنها تاكل نضوي يحطونها قبل الصلاة وهي يوم قريب الصلاة بتخلص عقوا كم من سميكة للي بتهلع على سميكات الصغار مثل ينحي متهلع على الصافي هاي الحين قال صخاري الحين شو هاي حجرة الشوي جالس مشاهدنها وتريع البنغالي متى يظهر من يخلص من المقلة لأني قايل له أنا حبوبياها الصافي هاي العريضة وخاف إنه يخورط ويحطها في صينية الحريم وبيقول بها يا حبيب النبي وأنا اللي خاطري فيها وبيلس أبوي حرسه لين يشلها أبوي على التاوة ولا بخليها تغلبني ولا خليها تفوتني السمكة في خاطري من يوم في البحر. محمد الزاهب يلا 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 محمد هاي سمكتي هات عيدونها مراوكم اياها هذا ابوي هذا ابوي شفتوا بس الحين ولد امه وابوه ما بيعرفها ايوه اظهروه الشعر العود اظهروه يا حافظ يا ما شاء الله تبارك الله هذا حق حريم حينا ها محمد هذا حق مدام بس عليهم طب وين مالك ها شو هو تعرفون شو حاطين احنا هنا ما حد يدري ها سر بين وبينكم ولا تخبرون حد حاط لها سيم كارت تعرف عبد الله تعرف كيفي انا هاي سمكه اول مره هذه ها شوف 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 السر اللي فيها السم كارت اليوم حطنا اي والله ها شوف ابو عبد اي والله ما شاء الله عليك منها شيبه سم كارت حاط لها سم كارت الله اكبر عليكم هاي سعيد بن هلال خالد بن هلال محمد يا احنا الله تصير بوك ما يبي التصوير ما يبي التصوير ما يبي التصوير خلاص بنت التصوير طارق الشيخ زين طلع هلال عبد الله ترى هذا ما بالشعري العود والله شيء كبر هذا وديتين داخل هي دريبه زين بس هذا تحرى ادمي ادمي شي طايح على يم ويرمس على حد
مرحبا بالمت، مرحبا 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 متو يا متو. يلا 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 براض عليك، براض براض والله يا ابو خمدي يا صاحي 16 انا ما في ادنات الدون ومن يد خمكر عليكم السلام. اربط لا تمتوا والله ان تخمكر ما كان هالنمونه، والله اني جاي غير نمونه تحرق جاي واحد جاي لد حبال الحين قد ابدا يا تصير طبول. والله جايبين مدرس رقم واحد. يا ربي مو هذا قل لي يا ربي صلاح متو متو شو اخبارك؟ شوف وين جيب بلادك؟ بلاد مدرس؟ ماي مدرس ما شاء الله زين. شو هذا متو؟ مطفي مطفي مسوي مطفي على شو هذا؟ جش؟ قلقصت ابوي اي والله يا ابوي انا ما داني حد يمر علي وقت الويبه شو قلقصنا ابوي الاطراف هذا كله اظهرنا الحين تازم هالنمونه الصافي مره ما يبالها كلام تجسف راسه من عقب ما تظهر من السيم كارت هاك اللي اظهرنا ايوه 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 هذا ما يبالها كلام بنرويكم الحين الشحن اللي خبطكم عنه هو بادي سوق بالحبل قلت لكم نتي ولا ما قلت ها شهد هي والله حبيله صغيرون ها شو شحمت ابو محمد شو شحمت لا زين زين انا ابو شو تبع لعبه هي بس عظم شحمتها ظهرت ترى هي عسبتي ها تازم ها شو صليجها سبحانك يا رب شيء هي تجي قال هذا ما في اصلي قشيد ما شاء الله قشيد مطفي نقلع مشواي شو هذا؟ طبيعي شو اسمه هاي؟ قشيد وين جايينكم هلال؟ بسوي لنا حين يا ريو وريني ما شفته ما بدي اريو محمد منو مسوي لنا؟ هو محمد والله؟ والله قرب الله هاي من خاطري لا خاطر حطوا لي حطوا لي من هناك شوية زين خلى ابوك خلى لك عيونك ما سامعني تأميرات ابو عبد الله انت ما تجوز تأميراتك الا تبى اشار صبوا لي عصير الا وقت الويبه انا ما داني حد يمر علي وقت الويبه يلا حبيبي ما برويكم ما انتم علي برويكم الكنز الدفين هذا الكنز الدفين شفتوا هاي كبد الصافي كبد الصافي تحرى كبد تويس رضيع نعم أو. ها الراس اخذ حقينه وانت عليك بالعافيه يا رب شوف الكبد ريحه مطعم السمد والله محمد عبد الله طالع هذا هذا كرر خلنا نشوف يا ري شو تشوف حبل حبل عنبه يا ويله اللي بيصكه يا ويله يا ربي انت هاي شوف شو تبغى انت كبد ريال ريال ياكل كبد ندوكم يا ربي هندو يا رب البيت والحرام ما دريت به ها شو الشحم ينقفقف شوفوا ما يباكله ها ابوي اللي ياكل هذا اليوم ابوي يدور له دار اللي بياك هذا ابوي هذا على ما تشوفون يا رب البيت والحرام اللهم لك الحمد خاطب بالحصافي حط فوقه شوي من القشيد ما شي يعيش وحبيل لازم يعني نسبة الأكل 90% كله ودام والعيش ويجون أنا ما تشوفون شوف هاي مكونات اللقمة الحقيقية العيش الدولة بتفق ما تلقطه معتوب اللي يقول أنا متعني وتصرف هذا هو دلال مزرة هي خلطة هالورق على هالكبر
يلسع الملامح حين حين هذا الطيب ما شعر عنها يلسع وذكرنا الواحد شوف عبد الله سارة وانه يسوي رياضة حين لا طم ابوي شعري من الكبار هاك اللي تعيدونه اكلت الحبل هنا هو الطمع قال بي يا حبيب النبي خمس دقائق ما اخذ ما شاء الله عليك. ها صلاح شوف وين الفلاح تحرس الفلاح انت 24 ساعه يا رسول الفلاح تحرس الفلاح ما بتيع عندنا البحر في الليل لو في النهار الخط طايح ولا تبي تصير دبي ممنوع دبي قال حبيبي ما على هواك ارجع بكرة انا ما اطنس حبيبي بكرة يا الله خيخ بعد حتى تبيت بمشيخة لبي يصير تبي لازم يخليك يا ربي يا صاحبي ايه لاني انا البحساير دبي سويت شيخ شيخ ايه توك شايف الستوري مال البارحه البارحه ايه نعم غادي كني شيخ من مكان لمكان ثلاثه عليه يسار صحه شكرا صلاح سلموا عليك هل بالمطعم البارحه سكرتي مشيت بارك الله فيكم من وين النشر وانا يا تليت السيف تليت السيف ليه القطبون هل ما اشوف استهل يلسى خيب غيت اتكود قلت برمسكم عن شي بيحصل في العين اسبوع هذا الجاي اسبوع الجاي هذا وان شاء الله اني بكون حاضر قبل الحدث قبل افتتاحية الحدث بصور وبرويكم شو اللي موجود علشان يوم بتون لانه او يوم بتن لان الزيارة خاصة للنساء فلذلك ماشي رجال انا بزور الموقع فقط للتصوير قبل بداية الحدث بساعة قبل افتتاح بساعة الحدث الله يحفظكم عبارة عن معرض اسمه مهرجان مرابع العين بيكون في فندق هيلي روتانا من تاريخ 27 فبراير ولين تاريخ 2 مارس يبتدي من الساعة 2 الظهر لين 11 المساء كل يوم ما شيء يوم هي يوم لا طيلة الأيام هذه من تاريخ 27 لين تاريخ 2 مارس من 27 فبراير لين تاريخ 2 مارس من الساعة 2 الظهر لين الساعة 11 المعرض ما يبالي كلام المعرض دخول نسائي فقط لكن يشمل جميع أنواع الشركات من كافيهات مراكز تجميل مطاعم عقارات أدوات ضيافة وشركات عطور والضيافة حصرية من لبنان والهند والمصممات من جميع أنحاء العالم وكلهن هاي كواليتي وأسعار مميزة جدا الأسعار هب من الأسعار يقولك والله نحن أسعارنا موافقة يوم بتون هناك ولأنهم بالغلا وليا لا أسعار تناسب جميع المستويات إن شاء الله وكلك شنات حصرية ما تنزل إلا في مرابع في المرابع فقط في المعرض المرابع معرض مرابع الوحيد والأخير لسنة 2019 ما شيء عقبه معرض يعني قفال يوم يقولك تلايا وليبات هذا آخر معرض لهم الحين في هاي السنة عقبه ما شيء معرض
الحول الحائلة شيء علم عند الله. وأغلبية الشيء المعروض عندهم أغلبيته خاص لهل بالدوامات وهل بالمدارس والأعياد ورمضان، هذا كله حين على الأبواب، بدال ما تترين لين مرة تسك الحلقة الأبطان. وعقب كل الأسعار اللي ينخذها حين من المعارض قيمة نفترض 100 درهم، خلاص بتلقى طنة ب 500 درهم. فالحين هاي الفرصة الأخيرة والوحيدة أصلا ما عندك فرصة غيرها. فاللي تحيد عمرها عندها كم من بهينسة ومدخرة بهينسات أبوي عليها بالمهرجان المرابع، هذا وحين حين يعينكم تاريخ 27. فمثل ما قلت لكم بيكون ابتداء المعرض من تاريخ 27 من الشهر هذا اللي علينا لين تاريخ 2 مارس، يفتح الساعة 2 الظهر لين الساعة 11 قبل نص الليل بساعة. وفي الكثير من معرضهم معرض المرابع في الكثير من الخصومات وفي الكثير من الهدايا، في أشياء وايدة في الله يسوي تقريبا من خصومات على رحلات بحرية، حتى الرحلات البحرية المعرض مسوي لكم خصومات، خصومات على اليخوت من شركة باسكوتري لتأجير القوارب تصل ل 500 درهم، الخصومات تصل إلى ما يقارب ال 500 درهم. والله شو بقول لكم، وايد أشياء عندهم، وايد أشياء عندهم، حتى شيء موجود على خصم على عضوية إكسترا مايلز، خصم للزوار على مكياج العرايس والسهرة، مقدم من خبيرات تجميل مميزين مشاركين في المعرض، خبيرات التجميل جايات من آخر الدنيا، خبيرات مبعاديات، خبيرات مميزات جايات من دار لينديرة مخصوص لأجل هالمهرجان مهرجان مرابع. وفي حين تسجيلكن على إكسترا مايلز شو اللي بتحصلن؟ بتحصلن خصومات على حجوزات بوكينج واميال طيران الاتحاد مجان، بس هذا كله خلال ايام المعرض، ايام المعرض. وبعد شيء عروض حصريه من سونسر المعرض، شركه واحه الزاويه للعقارات تقدم مشاريع سكنيه وتجاريه للاستثمار للمواطنين فقط وبأسعار مميزة جدا وخصومات حصرية في المعرض هذا. كلها يعني معرض متكامل، عقار، مكياج، بيع، مشترى، كافيهات، أكل، شرب، تجهيزات للعرايس، للمكياجات، اكسسوارات، كل هذا. لأن المعرض هذا شو اللي يميزه؟ المعرض هذا هو الأخير، أن اللي ميزه هذا المعرض هو المعرض الأخير، ما شيء عقبه معرض، السنة هذه ما شيء معرض، معرض المرابع بس هذا الأخير، ما شيء عقبه لين الحول له الحائلة. وأول 200 زائرة للمعرض، بالـ200 ما بـ20، ترى يقول لك الأول أول 10 زوار أو أول 15 زائرة أو أول 5 زائرات، لا أول 200 زائرة، الزائرات الأوائل في الـ200 بيحصلن شيء ومفاجآت هدايا لم تخطر على بالهن، ما يباله لا سر ولا تعال. حياكن الله في مرابع العين في فندق هيلي ريحانة روتانا، واستمتعوا بالضيافة والعروض الفنانة، وتأكيد انه معرض نسائي وممنوع دخول الرجال، لا تقولن ما حد قال لكن اسم الرجال ما بيدخل بي. انا قبل العرض، قبل ما يبتدي المعرض، قبل ما يبتدي المعرض بي بساعة بصور البوتات، بصور شو اللي موجود للي بعدهم ما وصلن، فلذلك بتلقطن أبوي كل شيء مصور وزاهد، بصور لكن إياه كله بذهبه وبنزل لكن إياه قبل ما يبتدي المعرض بساعة. لا تقول ما قلت لكن هذا كله أنا بسويه إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحي. بي العين تاريخ 27 من هالشهر أسبوع الجاي، بصور كل البوتات، بصور أبوي لي عارضات في البوتات، شو يبن شو ما يبن، شو عروضات كلها بنزلها وكل شيء بتشوف. وعبد الله يلا غاية أبوي، يلا بصير فوق عند الجماعة هناك جاي نظيف ترى. منو؟ أبو خالد. تقوله والله محمد حسين الخوري. يلا زين موجود، موجود بيت عشاء عندنا، لكن أبوي محل أظني حال في عليه الحرمة إنك ما تبات عنهم، تضوي أبو ظبي وشهد، حلف عليه
حلف حلف عنا يبايا هو يسري بيروح يدقني بيروح بيرقى والله يتحرض شوي هات الا الضبعيه انا بيركب ابو ظبي 3 ساعات اي والله كان شوف الله عليك قاعد حيبه والدنيا برد موت برد موت اي والله برد شو تصور شيبه والله عليكم ايوه برد موت حرينا المنام يا ابو محمد يرسون فيها في الصيف سلام عليك يا بتمرزوق وين اسمعها عاد ما اسمع انا الحين امي قال علم وقال امه كل اليوم ايوز قال عوده لا يا ابو دحلة بصدق اولا كنت اكبر عن امه صنيفي جاي شو جاي بالعلم صافي صنيفي يقوله امك ما باها لوبيا و نبج ايه لوبيا وش اسمه هو ونبج ونخي شو خليت ريح ريح خالطك السلام عليك حطها زي ميكروويف الله يكرمك هاي سمعت شو سلام عليك بتمرزوق مرحبا 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 بخالد ايش حالك لا خليت من اسمك يقول خالد او انك انت اكبر عن امه صدق اكبر من امه اسمك يا امي توك تقولي على ابو ام عيوز الحين ام عيوز ولا الاول بنت يا الله يا رواعي دلمة يا رواعي دلمة ما شاء الله عليك منو يريد ليس احد ترى هاي ما عنده ليس اندري ولك لا ما خليه واحد ما راح له ياخذ عليهم فلوس هي سوي لويز ها والله ولد مال خاله هذا ولد مال انا وكل عيال خالته على اسمك يا ربي يا ولد حياة كذوب هذا من شيفته كذوب كذوب نصقع اكبره اكبر خان اكبر علي خان هو درجان اول وبنكر دو يعني ما يشتك بس سوي حبل مني ها خلاص يجلس ابو خالد يجلس ابوي يجلس الله يبارك بكداش شيبه ما ياخذون الا هذا مليون نمونه شاي شوف هذا القطي هذاك من حبيب خالد خالد هذا القطي هذاك الشاي هذاك اللي هناك فارس طرح فيه هذا اقولكم ييب عاده ييب شوف هذا اللي ما يعرف هذا ترى ما يعرف تحيدون اول شيء زبده تبتاع في الدمام ماركه الكرسي هي والله هي ريحه خنينه هذا شو هذا من الحين موجود للحين هي اكيد احنا السعوديين لليوم مستعملونه الله ابوكم ريحه فنان وخنينه اسم الكرسي الذهبي هلا وين جايبين هذا عندي قراشي يمكن يا هلا قراشي كل شيء عنده وارد سعيد احمد المحروس هي تعرف عاد سعيد احمد المحروس حياة سعيد احمد المحروس اسمه مقناص وهذاك وهذاك يي هذا هو نفسه المقناص هاي شايفه تلي الحين هو لازم يخبرنا شو نوع الشاي شو نوع منو جهه بس هاي بوك مال هذا بوك ما بهباش هذا مال ثلج حق حرق اسبوعه هذا مال الايس يا ابوي جايب شيء غلط شيبه قال ابوي الشيخ خالد باب كل 24 ساعه تصور 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 براي شيبه ها صور براي الشاي شكرا شاي وفور شو الغريب فيه انا ما ادري حد من العرب كل شيء يصوره كل شيء يصوره كل شيء يصوره يا رجال ارحم عيونك ارحم عيونك بسك من هالتليفون هالمسجات والله يا ابو عبد الله يلغتك هاي يلغت معذب من المعازيب الكبار والله العلي يلغتك هاي يلغى من هاي الواحد مملكك من هالملككين هي البنك مرة بنضيع على يم البيزات يقول بس علي خفوا خفوا الحمد لله على كل شيء أقولكم شيء تصوير مصورنا قبل أسبوعين ونسيت أنزله لكم تصوير شيء جايلنا سامان نحن في البيت ويبناه هني البحر وجربنا ويازلنا وحب أنزله لكم وإن شاء الله نبيع عيبكم إن شاء الله تزهب ضوك
وتخبرهم بعنوانك وين تكون، يوصلون لين مكانك. وين المكان اللي انت تكون؟ ان كنت في ابوظبي اللي في هل هو تكب الروبا؟ ايوه هذا اهم شيء عندهم في الدنيا، العود هو اللي هذا اللي هو تكب الروب. ثلاثة بعد طالبين نحن. هذا بكي مميز وجميل وفكرة وطنية 100% من أروع ما يكون، وشغل فنان. اليوم إن شاء الله بنشوي ونحن على البحر وبنروي سيرفيس. أبوي طلبت ولا ما طلبت؟ يوصلك هذا، يوصلك الحمص والمتبل والبصل والخبز الوقافي. الخبز الوقافي، الخبز الوقافي. تسلم يا أبو محمد، يعلك تسلم، يعلك تسلم، يعلك تسلم. هذا خالد بن هلال، وهذا سلطان بن عبد الله الخالدي. لا لك بيسي يا كذب. عن طرف الريش فها، فحدث ولا حرج. تنضيش حمته، تنضيش حمته، تنضيش حمته. انت ريا شويه تضوي ابو محمد، شويه تخف الواهي نصف عقب. بس انا ينصف. ما قدرت اتريا، قلت ما اجرب بس بسرعه. زيش علي الله عليكم. شوف النواه تقول ابتكارات. شوف الله عليكم، أقولكم ها كلها مشاريع بنات. اي والله. اوه اوه اوه. أقولكم حطوا العشاء، هذا عشانا سمك مقلى، وهذا دياي مقلى، وهذا سبجي، وهذا عيش ابيض وعيش ابيض. هاي الحيمات مشوايه، وهاي مرقه لحم. لا ما بمرقه، هاي صالونه، وهاي خبز غير منقير. ها كله. شو بقولكم عاد، هذه مفاجاه الموسم. ايون اها، شعري وصافي وبدح كله مشواي. اهم شيء هذه، هاي شو هاي طالت عماركم. جليل اللي ياكلها جليل. هذه شنينوه، شنينوه جليل بعد يقولك اللي ياكلها ما عليها طلب، وفي السوق طايح سوقها مره، ما حد ياخذها. شنينوه لها امر ولها قصه طويله عريضه هالشنينوه، وشو سبب انها ما حد ياكلها. في السنين الاوليه الشنينوه ما ياكلونها، هل بالفن وهل بالطرب وهل بالمواد وهل بالزيارين. ليش؟ قالوا والله هذه شنينوه هل بالهوى والفنانين واللي يغنون ما ياكلونها، او انها متهمينها انها حراميه سارقه شاد الرحل بن عبد الله، فلذلك ممنوع حد ياكلها من الفنانين. اي والله يقولون ما حد ياكلها جديد. يا الحمته اللي ما يعرف بلحه بلحه تحرى زبده. زبده كان شيء زبده في الدنيا العوده، فهو بلح لشنينوه اللي ما حد ياكله. اي عاد ما بصغيرونه العوده هاي المنتهضه لشنينوه، وهاي سمكه قوع ابويا شنينوه. عاد اخير بلح البلحه لشنينوه، هي شرات الزبده والبلح يبين اصفر. اي والله سبحان الله. شغليت يمكن ما يحتاج. يا رجال متغدي عصير برتقال، بتعشى عصير برتقال بتندحك بتغير. ما تبغى شو اسمها؟ لكم بلحه زبده. شوف بلح روحه. شوف الشحن، شوف الشحن يزح يزح. يا ربي أقولكم هذا عم هلال سعيد بن محمد يموت عليها، يموت عليها. ولا أنا ما تتكلت ولا طول دبة حياتي ما شفت أصلا حتى حد يأكلها في الدنيا العودة. ما أدري أنا شو خلاني أتسلط عليها. زين مخالف زين إيش تربي؟ قال حق معازيب إنه ما بيجي البحر ولا يا ولا ك ولا يا أنا البحر ولا كل سمك ما لطم شعري كم مكبرة. الله على دلعكم يا أهل الإمارات، برد موت برد موت يا الخالدي مرة واحدة.
إذا عندكم برد موت هني شو نقول؟ إحنا هني شو نقول؟ تحية من شيكاغو لأهل الإمارات خصوصا أبو ظبي. لا وحية ها بس عاد سلمك حتى يارس عندنا يارس عندكم كل نقابل تليفونه ترى وانت من جيت وانت ترمس دخلت عليهم مسحمل ميلس كل نقابل تليفونه يا جماعه سولفوا توا بس حين قبضت قاعد ها يصور يلا هذا الرجال خو هذا اخوان من لم الابو هذا عاد وين مركب العود يا الله طالع عيتها بيضة أبوهم عاد أحمد بن شيب القبيسي وهذا أبو شيب وهذا محمد أحمد حمد الله ما مسحت لا أحمد ومحمد وحمد أبوك ثرى بخلي حد ما سمى الله يبارك فيه حياكم الله جمهورنا الكريم تاريخ 7 و 8 مارس على مسرح المركز الثقافي إمارة عجمان عرض مسرحية هلا بالخميس مرحبا ارفع الشاشة دار الهوى دار يا بداني شوفك نفرش لك الدار دار الهوى دار اسمع انت مو عندك شاله ايه كلمه ما له شغل شنو مالك ساعه بتقول وردي وردي ما تورينا حاجه يا اخي تعال فوق وانا اوريك تعال يا حبيبي تحب الزفر انا ملك الزفر انا خالد مزفر ايوه انا بفهم هذه الحلوه ليش ما تبي تقبل فيني احترم نفسك انت وياه شوف جمالك ايش سوى انت مو بروحي انا هني ما الخميس. مثل ما شفتوا تاريخ 7 و8 من شهر مارس علي بيهل بترد مسرحية هلا بالخميس مرة ثانية شو السبب بترد لو ما لاقت الاستحسان والقبول واستوت زحمة وما بد الشاوي شوات ولا سدهم اللي يوم في رأس الخيمة ما لحقوا كان عرض العرض يومين أو 3 أيام ما وحال هالعرب فلذلك سووا لهم رضوة ويو أبوي بعدهم وعديدهم وعسكرهم وعبيدهم لين إيمان وقالوا أبوي بنسوي العرض المسرحي عندهم مدة يومين 7 و8 مارس مثل شهر اللي بيهل فلذلك بتكون فرصة جميلة إنهم على الأقل يكون هالإيمان والشارج ليه وهل بقي وين ليه ما لحقوا وما وصلوا رأس الخيمة يكون يوصلون المسرح في عيمان نعم على مسرح المركز الثقافي في عيمان تاريخ 7 و8 من مارس مسرحية هلا بالخميس بيكون عرض مميز وأكيد في إضافات وتحيدونه طارق العلي يعني ما يودر حركات خروج شوية عن النص حركات شرق غرب يعني ما تلقط أداء في كل مسرحية أكيد في إضافات ما شاء الله عليه الله يحفظه